ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا أنس الصبار. أنس أهلا بك معنا. هل بتوقيع الرئيس بايدن على مشروع قانون سقف الدين انتهت هذه الأزمة وفعلا تجنبت الولايات المتحدة أزمة اقتصادية ومالية صعبة؟ صحيح، هذا ما سيحدث عندما يوقع على مشروع القانون ويحيله إلى قانون عند الساعة 7 تقريبا بالتوقيت المحلي هنا في واشنطن. هذه الأزمة ستنقل فقط إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2024، هو تعليق لسقف الدين، وبالتالي هناك مجموعة من أوجه الإنفاق إن صح التعبير ستستفيد من هذا الأمر. سيحصل الموظفون العموميون على رواتبهم، ستؤدي وزارة الخزانة التزاماتها خاصة تلك المرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون، وهو الأمر الذي كان على وجه الخصوص مثار جدل ومخاوف لدى الكثير من المشرعين على رأسهم الجمهوريين الذين عادة ما يخشون من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها بالنظر إلى أهمية الموازنة العسكرية واستمرار الدفعات التي ترسل إلى وزارة الدفاع. هذا الجدل ينتهي الآن، لكنه يفتح بابا آخر من الحوار هنا في الولايات المتحدة يتعلق بالتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين وبالتساؤلات عن مضمون هذا الاتفاق. لم يرضي كل الأطراف، وقال الرئيس جو بايدن إن هذا الاتفاق قد لا يحقق كل طموحات إدارته والديمقراطيين معه بطبيعة الحال، لكنه يؤدي الغرض ويقود في نهاية المطاف إلى تجنب بلاده التخلف عن سداد الدين، وهو الأمر الذي وضعه نصب عينيه منذ بداية هذه المفاوضات وحتى قبل أن يبدأ المفاوضات. بالمقابل الجمهوريون يعتقدون بأنهم حققوا انتصارا بإجبار الديمقراطيين وإدارة بايدن على بعض التخفيضات والخصومات في بعض أوجه الإنفاق تلك المتعلقة ببرامج اجتماعية وصحية، يعتقد الجمهوريون أن الديمقراطيين كانوا يبالغون في الإنفاق عليها. شكرا لك من واشنطن مراسلنا أنس الصبار.